بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته 14 تموز 1958 في العراق هل كان انقلابا عسكريا أم ثورة شعبية؟ وهل الملك فيصل الثاني ولد وارث للعرش؟ يطالب به الآن. الموضوعان في الحقيقة مترابطان، يعني الموضوع الأول هو تعريف ما حدث في 14 تموز بعد 60 عاما. الآن نأتي نحن هذا الجيل لكي يقيم ذلك الحدث. ربما بعيون جزئية، بعيون جانبية أو هامشية. انه ينظر الى العنف الذي حدث في 14 تموز طبعا عنف غير مبرر سحل نور السعيد او تعليقه او كذلك الوصي واباده العائله المالكه احداث كانت يعني مؤسفه حقيقه ولكنها في نظري لم تكن مخططه من قبل قياده 14 تموز يعني قام بها الغوغاء واعمال فرديه العريف الذي ضرب العائله مثلا تصرف تصرف فردي يمكن حكم عليه يعني لم تكن هناك خطط لهكذا جرائم ولكن الغضب الشعبي العارم اللي كان متجمع ضد العائلة المالكة وضد النظام السابق هو الذي ادى الى هذه الأعمال ايضا لا يمكن ان ننظر الى هذه الاحداث نظره يعني محدوده فقط انه واحد قتل واحد او جماعه قاموا بجريمه معينه انما يجب ان نعود الى الوراء وننظر ماذا فعل النظام الملكي النظام اللي فرض الاستعمار البريطاني وجعل من من الملكيه غطاء لانقلاباته وتدخلاته ومرتكزه في العراق. عندما حدثت انتفاضه 41 ايضا جاء البريطانيون بالاعتماد على العرش على الوصي كان ذيك الايام وحلوا الجيش العراقي واحتلوا العراق مره ثانيه. وايضا اجبروا الحكومات بتوقيع اتفاقيات غير عادله مع بريطانيا والمهم يعني انا لا اريد ان اقيم ما عمل النظام السابق النظام الملكي ولكنه كان نظاما ايضا فاشلا وعنيفا واستخدم العنف مع الجماهير في على جسر بغداد وفي مظاهرات النجف 56 وكان دائما يعني نظام ارهابي و دموي ولم يكن ديمقراطيا يعني حقيقيا عادلا نظام طبقه اقطاعيه كانت مسيطره على البلد وبالتالي البلد كان فقير وفي حاله فقر متقع ولذلك حركه عبد الكريم قاسم لم تكن يعني بعيده عن حركه الشعب العراقي او الشارع العراقي لذلك لقيت تأييدا عارما وكبيرا من مختلف قطاعات الشعب العراقي حتى المراجع حتى السيد محسن الحكيم مراجع الدين كلهم أيدوا هذه الحركة بالإضافة للتيار اليساري والقومي وكذا اللي كانوا في العراق اللي أسقطوا حلف بغداد باعتبار أنه حلف كان استعماري في المنطقة. وإذا تلاحظون أن عندي صورة في صفحتي صورة احتفال في مسجد مناسبة ختم القرآن أو ميلاد الإمام علي أعتقد وختم القرآن وأنا كان عمري خمس سنوات في تلك الأيام أو ست سنوات لا أتذكر بالضبط الصورة يعني ولكنها بعد يعني ثورة 14 تموز وفي المسجد ونحن نحتفل بهذه المناسبة بختم القرآن أو بميلاد الإمام علي هناك صورة للإمام علي وصورتان لعبد الكريم قاسم في المشهد معناته حتى الناس المتدينين العاديين البسطاء اللي ما كنا متحزبين والدي الله يرحمه كان أنا جالس طفل صغير أمامه إذا تلاحظوا في, في, الصورة والدي المعقل اللي جالس يعني وأنا جالس أمامه فكانت فرحة الشعب العراقي فرحة عارمة مختلفة لزوال ذلك النظام الفاسد الفاشل العميل وطبعا في نفس الوقت يعني نحن لا يعني نفرح بما حدث من قتل وجرائم لانه الشعب العراقي كان يضم احزاب مختلفه وتيارات وكذا والاعدامات اللي كانت في الشيوعيين دفعتهم الى القيام بردود فعل غاضبه ايضا و الان السؤال هو الان ما هو وضع النظام العراقي الحالي لو حدث انقلاب مثل عبد الكريم قاسم مثل عبد الكريم قاسم ما هو رد فعل الشارع العراقي العام هل هذا النظام ناجح هل النظام جيد هل النظام يخدم الشعب أم سوف يلعنه الناس ويتبرؤون منه ويفرحون بسقوطه يعني يجب أن يتوقف المسؤولون عن النظام العراقي اليوم لكي ياخذوا عبره من 14 تموز 58 انا محتمل يصير فيهم مثل ما صار بالنظام الملكي وهذا ما اريده حقيقه لا اريد احد يقتل ولا اريد احد يقوم بانقلاب عسكري ولكن الفشل في توزيع الثروه والفشل في تحقيق الاستقلال والفشل في توحيد البلد ورفع الفقر مستوى الفقر يعني والجهل والمرض وحل حل الخدمات المختلفه اذا النظام فشل في ذلك فربما الراي العام يرحب باي انقلاب عسكري الان كثير من الناس يدينون ذلك الانقلاب وهم ما كانوا معاصرين لا معاصرين النظام ملكي ولا عاصروا فرحه الشعب العراقي في تلك الايام وعبد الكريم قاسم بالذات ضرب مثل رائع حقيقة يعني هو ما كان عنده حزب معين وما كان طائفي رغم أنه يقال أبوه سني وأمه شيعية فهو كان رجل معتدل علماني كان بعيدا عن الطائفية وعن أبو سني وأم شيعية يمكن واحد يجي أمه سنية وأبو سني أو أمه شيعي وأبو شيعي ويكون معتدل ويكون لا طائفي ويكون يعني يخدم البلد فكان هدفه خدمة البلد ومساعده الفقراء ويعني ولكنه طبعا كان في الشعب العراقي هذيك الايام كان يغلي بتيارات عديده والحزب الشيوعي حاول يسيطر على السلطه هو لم يدعم الحزب الشيوعي ولكن الحزب الشيوعي حاول ان يسيطر ثم هو ضرب الحزب الشيوعي حقيقه تسعه اشهر فقط اللي فتره اللي سيطروا فيها الشيوعيين في الساحه ثم ضربهم و اضعف النظام وسمح حتى لحزب البعث ان يقوم بانقلاب على عبد الكريم قاسم يعني في الحقيقه يجب ان ننظر الى الايجابيات والسلبيات دائما مشكلتنا او مشكله الكثير من عندنا لا ينظرون للسلبيات فقط لا ينظرون للايجابيات فقط الان هناك كثير من الناس اليوم يمجدون بالنظام الملكي، والله لو النظام الملكي كان, كان مستمر وكان ما النظام الملكي يعني نظام استعباد نظام استعباد للناس وانت دائما تحاول تغيير ولكن هناك سقف يقف على راسك، لا تستطيع ان تغير بصوره جذريه وبصوره قويه. بينما النظام الجمهوري يعني متاح. لأي حزب لأي حركة لأي تيار لأي كذا أن يعمل ويغير يعني المدى مفتوح هذا هو الخلاف بين النظام الديمقراطي الجمهوري وبين النظام الملكي النظام الملكي الديمقراطية لعبة بيدي يصير شو ما يريد يحل البرلمان شو ما يريد يجيب الحكومة أو يفرض ناس أو يشيل ناس يعني كما الحكومات العسكرية حكم عسكري يمكن يكون ديمقراطي يمكن يسمح بمجيء انتخابات وكذا ولكن يبقى العسكر هو مسيطر ويلعب بالديمقراطيه كما شفنا في بعض ال... التي تسمى ايضا ديمقراطيه وجمهوريه مصر وغيرها مثلا نظام آآ آآ على اساس يعني جمهوري ولكنه شبه ملكي يعني الرئيس يبقى مدى الحياه والجيش يسيطر، الدولة العميقة تسيطر، الشعب ما له، شعب مهمش. فالتيار الإسلامي في 58 كان غائب. بالحقيقة يعني ما كان في الساحة وكان تيار منعزل ويعني التيارات الحديثة سواء اليسارية، القومية، الليبرالية، الديمقراطية، تيارات كانت لها برامج واقعية. ومكتسح الساحة في مثلا جامعات اتحادات العمال اتحادات المزارعين نقابات المزارعين في كل النقابات والاتحادات وكذا وال... كنت كنتوا تشوفون ال... اليسارين اليساريين الشيوعيين بالذات كانوا مسيطرين لأنهم كاعدهم برامج حيوية وحركة حية وبسيطة وتخاطب وت... الإنسان العادي والظروف ساعدتها فانتشرت بينما الحركة الدينية كانت منعزلة بعيدة عن العصر ما تعرف شنو يجري حواليها حتى عندما عبد الكريم قاسم مثلا قام بسن قانون الإصلاح الزراعي مع الأسف الشديد المرجعية قاومته وما تعرف شنو الإصلاح الزراعي وشنو ملكية الأرض وشنو حقوق الفلاحين والفلاحين باي عيشه عايشين بس يعرفون إن كانوا ياخذون يروحون القرى والارياف ياخذون منهم الزكاه او الخمس او كذا من الفلاحين الفقراء اما هم يدافعوا عن الفلاحين يدافعوا عن العمال يدافعوا عن الفقراء في الحركه الاسلاميه حتى اليوم بالحقيقه حتى اليوم ينقصها هذا الشيء انه هي ما عندها برامج حل مشكله مشكله الفقر او يعني اسعاف الفقراء والمساكين. الان المرجعيه عندها مثل مستشفيات يوميا اعلان كل ساعه عندهم اعلان سوينا عمليه كذا سوينا عمليه كذا. يعني بالعمليات الوحده وحده يشوفون يسوون اعلان. اعلان سوينا عمليه كذا يعني شيء طبيعي يعني مستشفى سوى عمليات ما يحتاج اعلان كل ساعه بس المرجعيه تقول عندنا نشتغل يعني. او العتبه العباسيه والعتبه الحسينيه هي مستشفيات التابعه للمرجعيه. طيب انتوا ليش ما تحطون قانون لمجانية مجانيه الصحه سواء في معالجه الناس الاطباء يعني مراجعه الاطباء او اجراء العمليات هذا من واجب الدوله ان تامن الصحه المجانيه للمواطنين حسب الدستور حتى الدستور موجود ولكن شوفوا لا المرجعية ولا الحركات الإسلامية مهتمة كثيرا بوضع قوانين مو تعطون صدقات والله أعطينا صدقات تلقى الفقراء لماذا يجب أن يكون فقير يرجع لك أنت العالم أو الشيخ أو المرجع أو كذا إنما يجب أن يكون هناك نظام نظام الرعاية الاجتماعية يفعل بشكل قوي بحيث يغطي طبقات الفقيرة المحرومة يوفر لهم إيجارات بيوت يوفر لهم معيشة يوفر لهم صحة يوفر لهم تعليم مجاني حتى نرفع مستوى الفقر في البلد نقول لماذا الناس صاروا شيوعيين وراحوا أيدوا الحزب الشيوعي لأنه إحنا كنا منسحبين بس مهتمين بال أنا أذكر يعني بالستينات الحركة الإسلامية عموماً مهتمة بوفيات الأئمة وذكرى وفاة البقيع ذكرى هدم البقيع سموه وفاة البقيع يعني هذا يوم كل سنة يطلعون أزياء ولطوم وكذا يا شنو البقيع هدموه أو وفاة الإمام الفلاني وميلاد الإمام الفلاني فهذه كان الحركة الإسلامية كان مشغلة نفسها بهالشغلات القشرية الطقسية يعني الذكريات وكذا عايشة على التاريخ والخطباء ايضا كل مواضيعهم اللي فيها كلها قضايا مال القرون الاولى صراعات بين العباسيين والعلويين والامويين وكذا يعني ما عندهم برنامج حيوي برنامج فعلا لحل مشاكل الناس لذلك تقدمت الاحزاب الاخرى